لانه الحقيقه شهر يونيو هو شهر الانجازات، وشهر يونيو كمان اللي شهد ميلاد دوله جديده هي مصر القويه اللي خرج شعبها في 30 يونيو عشان يثور ويفسد كل مخططات هدم الدوله ويحافظ على مقدراته وممتلكاته من جماعه كان كل هدفها اختطاف مصر والعوده بيها لعصور الجاهليه جد. خليني اقول لك كمان، وفي 3 يونيو مع اعلان فوز الرئيس السيسي باول ولايه لسيادته في 2014 كانت بدايه عهد جديد لبناء دوله حديثه وعصريه شهد ليها العالم كله بقدرتها على تحقيق المستحيل. فانتقلت مصر من مرحله تثبيت اركان الدوله واستعاده الاستقرار الى مرحله بناء الدوله الحديثه، التنميه والنمو والمشروعات القوميه العملاقه اللي اتنفذت بالتوازي في وقت قياسي. عايزه اقول لك يا جاد 30 يونيو كانت البدايه واستمرت وهتستمر لحد ما نشوف بلدنا في المكانه اللي فعلا تستاهلها. بسواعد ابنائها هنكمل بنا، هنعمر وهنشتغل ليل نهار علشان نحقق حلمنا بدوله حديثه، ناسس لجمهوريه جديده زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة. إعلان جمهورية تانية. الموضوع مش مباني بس، لا. ده تطور كبير أوي إحنا بنعمله. افتتاح العاصمة وانتقال الحكومة للمقر ده، وإحنا مش سايبين لا القاهرة ولا اسكندرية ولا بورسعيد ولا المحافظات. ونتحرك في كل القديم والجديد مع بعض عشان يليق بينا ويليق بالمصريين. وأرجو إن احنا نستعد مفكرين مثقفين فنانين لهذا الحدث الكبير، وبقول تاني هنعلن فيه إن شاء الله إعلان الجمهورية الجديدة. مصر طول عمرها ولادة، من مينا موحد القطرين للملك رمسيس الثاني، من أحمد عرابي لسعد زغلول للزعيم عبد الناصر للرئيس السادات، ومن طه حسين وتوفيق الحكيم لنجيب محفوظ والعقاد وأنيس منصور، من عبد الوهاب الست أم كلثوم عبد الحليم للزعيم عادل إمام وسمير غانم، طبعا سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وغيرهم وغيرهم كتير. هتفضل مصر أم الدنيا ولادة.